يا هلا بمستو. يا سيدي حماتك بتحبك الشاي جاهز. تسلم يا رب. أنا شايف يا بمستو إن من يوم أبو حمدي ما استلم الحارة والمشاكل هديت. شو رأيك؟ ليش وقفت بمستو؟ شامي ملحت شويت. بس أنا مالي شامي. لك منين ريحة؟ من سوق الحارة. حني لله. شو هاد؟ يا لطيف اسمع، روح خبر أبو أشرف أنا تتلاتوا عم تحترق وأنا رايح خبر المختار. علي علي يا علي يا أبو أشرف يا أبو أشرف تتكلم حتى يتحيي يا أبو أشرف يا أبو أشرف يا أبو أشرف يا أبو أشرف يلا أشرف يلا يا أبو يا ساتر يا دكتور. طيب يلا اهدى عليك يا مطر. يلا اهدى على القصر. شو بدك تقول هيك عامل شو؟ ان شاء الله خير يا ابو اشرف. الو خير. مالوش مالي احترم قدام عيوني. العون في سلامتك يلعن ابو المصاري. الحمد لله على سلامتك مالك ياك. وكل الله ابو اشرف. بالمال بتعوض. انت روح على بيتك بكره. نحن لازم نخبر الكراكون خليهم يجوا حقهم بالمنظور نعرف شو صار. العوني على الديوان لعندكم العوني. يلي غدرك ماله حد ما بترحم ابن ولا جد ذنوبك صارت ما بتنعد يا ام شو صار بطل السرعة شو ويا على قلبي طولي بالك مرت عمي طولي بالك ان شاء الله كله بيتعوض ايه شو صار بعدين مين سواها يا مو لك يا مو شو عرفنا مين سواها بكره بدوب الثلج ببال المرج لا شو بصير الحريقة وما عندك خبر؟ انت شو بتشتغل هون؟ انا 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 حارس الحارة. انت لازم الكراكون يعاقبك. شو ذنبه يا ابو حمدي؟ هو المسؤول. ما بيكفي انه تبع الحريقة وخبرنا قبل ما تحترق الحارة كلها. يا جماعة يا جماعة الحارة كبيرة وحارس واحد ما بيكفي شو بدي لحي لحي؟ مزبوط الحارة كبيرة وبيقعد بكروع شاي طول الليل بده يوم يتفتل شو في مفات بيطلع على الحارة. مزبوط مزبوط ابو حمدي مزبوط. صدقني يا مختار انا اول ما شميت ريحة الحريق ركضت مثل المجنون وسالف فكري وانا بشهد يا مختار بانه بمستو اول ما قعد هبت الحريقه هي فعل تفاعل يا هشام فعل تفاعل يعني بده يكون حدا قصده لابو اشرف معلوم مين بده يكون عملها عمي ابو اشرف انا ما كنت حابب احكي بس انا لمحته لامين عم يحوص بالسوق اول ليل شلون حمدي لا تحط بزمتك حدا إذا ما شفت بعينك ما بجوز يا ابني حرام يعني مقصودة سيدي؟ طبعا مقصودة ما شفت الباب شلون كان مخلوق يا أشرف؟ يوعطي انت
وانت وياه. يلا حاضر سيدي. انت بمستو حسابك بعدين، ولا خليك تشن. يلا بلا عبدو روح اشبيع على الكركون ويقطع عليك اوام. حاضر سيدي. بعد اسمكم انا شاكك بواحد تاني. والله معك حق يا مو تتهم اولاد عمك، لانه ما في غيرهم ضدنا بالحاره. والله والله اذا بيكون هن اللي حتى يكون حسابهم كثير كبير. والله لك هن يا مو هن، يب ما في حدا غيرهم بالحاره عينه ضيقه على رزقك، ان شاء الله بيبلي عيونهم بالقلع. الهي معقول يكونوا هن؟ لك اكيد يا مو اكيد هن. لك ما شفتهم شلون فتحوا دكان بالحاره؟ اه مشان نحن ما نبيع لكان، لانه بدهم ياخذوا كل الزباين اللي ناحوا لك يا مو. شبك قولي على قلبي، قولي على قلبي، الا مالا وغير ابني دمو. طولي بالك يا مو، لك دوم بدي اطول بالي، لك دوم بدي اطول بالي، هدي شغله على خير. قولي على اختي، قولي على اختي عليك. طولي بالك يا مو، طولي بالك. قولي على قلبي يا امي عليك، قولي على قلبي عليهم. سر الخطاب افندي. لك طول بالك يا عبدو، ما بدنا نفهم شو السيره بالاول. جوا بفهمك ابو رسمي كل شيء، تفضل فوت. ايه ايه فلت فلت فوت لحالي. استغفر الله العظيم على القصة. شو صار لك هشام؟ شو صار؟ ما بعرف والله العظيم ما بعرف ليش اخذوه. شو هالحكي هذا؟ بعتلي قلتلي على قلبي عليك يا خطاب. ولي على قلبي عليك يا خطاب. سيدي انا جبت الدبور، شو عمل فيه؟ نزلوا على الحبس بعدين بشوفه. لك ايه سيدي؟ لك شو ما بتسمع ولا؟ يلا حاضر حاضر سيدي. يا عم بقلبك شو حوبي؟ ليش اخذوا لاخوك خطاب؟ يمكن تعمينه بالحريقه يا خالتي. يي يبعت لي 100 حمة عليه ان شاء الله. يبعت لي قتلي انا؟ معقوله بدهم يسالوا عن شي شغله؟ يا الله لا يوفقهم ان شاء الله. شو ما ضل غيره بالحاره لياخذوه. الهي يكون هو اللي عامله، ان شاء الله روحه بدنا رجعه. يا على قامتي ان شاء الله. يعني معقول واحد من اولادي يساويها بدكان عمو ابو اشرف يا ابو الرسمي؟ وليش مو معقول يا ابو عطا؟ كم مرة أولادك متطابشين مع ابن أخوك أشرف؟ آه اللي كم مرة؟ هلا صحيح هن يتخانقوا مع بعض، بس ما بيسووها يا أبو رسمي، والله ما بيسووها. والله يا أبو عطا أخوك تاهم أولادك، بقى شو بتريدني ساوي؟ أخي تاهمهم؟ إيه نعم. العمى على هالقصة؟ لك منين طلعت لنا هلا هالقصة؟ أبو عطا أنت ليش مزعله لأخوك أبو أشرف؟ آه اللي ليش؟ أنا ماني مزعله، ماني مزعله يا ابو رسمي. لا حبيبي مزعله، وهو قال لي بعطمة لسانه. صحيح انا ما بحكي معه، بس ما بيهون علي دكانته تحترق. لا والله ما بيهون علي. ايه والله التحقيق لسه ما خلص يا ابو عطا. يعني شو يا ابو رسمي؟ يعني رح يضل عنا امين لحتى ينتهي التحقيق ونعرف مين الفاعل. جد؟ وبكي ما عرفته؟ والله هي مشكلته، رح يضل عنا. كعب الشوم عليك وعليك رباي. طولي بالك ستي. خلاص ولا انت هدي حالك شوي. هذين كلمتين هلا بتروح على الكراكوم بصوت حقك عن ابن اخوك امين. يا اما والله العظيم بغضب عليك يوم الدين، عليك وعلى كل عيلتك. يا امي انا مو امك لحتى تروح تصوت حقك بالكراكوم. لا تروح يا عمي لا تروح. مالي رايح لا اعرف مين فعله. الله لا يوفقهم، الله لا يوفقهم يا حق. ولك شو بدهم منا؟ شو بدهم منا؟